السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يبارك فيكم وفق الله وياكم احب ارضاء ما بعد. من يفيد بمر يعني كثر السؤال عليه، يمكن اربع على سؤالي بالخاص على نفس الموضوع بالضبط. يقولون يعني الحين اذا دعيت الطير وصاد حمامته اريحه شوي واخلي ربعي يدعون طيورهم بعدين اروح الوح له. انا اسال اقول ليه؟ يقول لي عشان يتليق يزيد لياقته، يعني تزيد لياقته الطير. ادعى مدعى وين؟ مدعى الصبح ومدعى العصر. اما انك تهد له حمام ولا صاد حمامته شوي تلوح له حتى الطريقه هذه ما تخلي الطير يصمد، احرص من السالفه هذه. والامر الاهم من هذا كله طيرك لا صاد ممكن الطيور تخلص بسرعه. وانا تكلمت الموضوع هذا اول ونبي نعيد الموضوع هذا لانه يعني نشوف العالم قاعد تسهل بالشيء هذا. الحين الطير اذا هديته بسرعه صاد، ما طول صاد، هل عالفه ولا هد له مهد ثاني؟ في من الناس يهدوا له مهد ثاني، ممكن تروح على الحمام الثانيه. شو تسوي زين انت بالطريقه هذه؟ راحت الحمام الثانيه مجبور انك تعلفه لانه صاد اول شيء، ولا طوف الطير؟ ان طوفته يعني الخطا من عندك، وان اعطيت الطير هم خطا من عندك، راح تخلي الطير قليل صمله. احنا نغوي صمله الطير، اغوي صمله الطير لا صاد اعطيه على طول، هذا واحد. والموضوع تكلمنا فيه مدعى واحد، واذا انا ابدعي مدعى وين؟ الصبح والعصر كما قلنا يعني بأول كلامنا. اما ادعي الطير حمامه بعد شويه نلوح له ملواح تخففون حتى يعني تغل حتى صمله الطير، لان ترى الطيور تفهم يا جماعه. الطير يفهم ويعرف ان وراه مدعى ثاني، فما يجهد حاله بالمدعى الاول. لا استمر عليه هالشيء يومي، هذا الشيء خذوه مني والله ما اصمل. شيء شفناه وعرفناه وشفنا بطيور الناس اللي معانا، وحنا نتعلم بما اخطاء الناس صراحه، يعني اخطاء الناس اللي يكون معانا نتعلم من عندها. والواحد زين يتعلم من الناس ولا من اي كان. اما اني انا اقعد على امري واسوي حالي اني بغوي صملته ولياقته والشكل، الشكل ترثع بالطير رثيعه. ان شاء الله يوفقنا وياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.